قابلت سيدات الجزائر أمام المنتخب الكونغولي والتي لعبت من أجل احتلال المرتبة الأولى في المجموعة ألف والتأهل للدور الربع النهائي. دخلتها فتيات الجزائر بكل جدية حيث بدأنا الشوط الأول بقوة أين مرت 3 دقائق وهن متفوقات ب3 أهداف لصفر. هذا وحافظت السيدات على تفوقهن في الشوط الأول والذي أنهينه بنتيجة 12-10. الشوط الثاني كان حماسيا وعرف تألق رفيقات نبيلة تيزي التي كان لها نصيب من الأهداف المسجلة ب8 إصابات. كما تجدر الإشارة إلى تألق حارسة الخضر سحابي سامية التي حافظت على شباكها في عديد المرات ب7 تصديات كاملة. لتنتهي المباراة لصالح رفيقات القائدة نسيمة دوب بالأداء والنتيجة بنتيجة 27-20. لتتصدر فتيات الجزائر المجموعة الأولى وتتأهلن للدور الربع النهائي أين من المحتمل أن يواجهن المنتخب الغيني. كاميرا الهوغار كانت حاضرة بقاعة حرشة وبمجرد نهاية اللقاء رصدنا لكم هذه الانطباعات. Oui, c'est ça, c'était notre objectif d'éviter les meilleurs de deuxième groupe et là aujourd'hui là hier on a parlé déjà que c'est pour nous c'est match clé et il fallait gagner, il fallait tout donner. On a tout donné, on a gagné et je suis super contente. Les quarts de finale. Quart de finale, normalement, si on est premier, on va tomber contre la Guinée. On ne va pas dire que c'est un match facile, mais il sera moins dur que contre la Tunisie et Angola. Et Inch'Allah, on va y aller en finale, bi'idhnillah. مقابلة جيدة للمنتخب الوطني أنها يعني متصدر المجموعة وفوز جميل أمام المنتخب الكونغولي. وي الحمد لله ونا غاني لو ماتش تاع اليوم وهذا اللي خلينا إن شاء الله نلعبوا الكارت فينال آلاز مع التروازيام تاع الدوزيام بول اللي ملهيك وخدمنا بزاف على الماتش هذا ونا فيزيوني لو ماتش تاع الكونغو مع السينيغال شفنا لي بوان فور لي بوان فاب تاعهم ولونترينر مدلنا دي كونساي حنا درنا سيغ لو تيران الحمد لله. ربحوا وقتوا على أحسن فريق في مجموعتكم. الحمد لله وي خسرنا ديجا معاهم شامبيون دافريك في المغرب لعبنا معاهم 3 4 بلاص خسرنا مي الحمد لله اليوم بينا لهم باللي شكوننا ودوكا سي با لا ميم شوز سورتو كي رانا في بلادنا 1 2 3 في فالانجي. السلام عليكم لاعبة تيتو. مباراة في القمة قمتوا بها اليوم أمام المنتخب الكونغولي تأهل لربع النهائي وأنتم متصدرين لمجموعتكم. إن شاء الله يا ربي. خدمنا على هذه المباراة مدة يومين وحنا نسيو كيفاش نروبوزي نسيو كيفاش نجيريو لي بليسير نسيو كيفاش نخدمو في لاميتون على المنتخب الكونغولي باش إن شاء الله نتأهلوا للفاس الدوزيام. الحمد لله سينا كيفاش نيفيتيو لي بزاف لي فو تكنيك باش نيفيتيو لي بال بيردي باش نحققوا نتيجه وكنا نسيو كيفاش نغارديو لي كار والحمد لله النتيجه تحققت وتاهلنا الجزء الثاني ونقول لبنات كوراج نكملوا ان شاء الله نلحقوا الفريق تاعنا لا فينال ونحققوا نتيجه ونطلعوا البوديوم ان شاء الله ان شاء الله يا رب. نسيمة دوب مباراة أمام المنتخب الكونغولي أديتوها يعني دخلتوها بقوة وأديتوا أداء لبس به تأهل دور ربع النهائي وأنتم متصدرين المجموعة. الحمد لله يا ربي فزنا بهذه المقابلة اللي راح تخدم علينا إن شاء الله في الدور الربع النهائي وراح نقابلوا فريق لاغيني اللي ما راناش راحين نحقروه مي فريق بارابور الفرق اللي لعبنا معها ناقص شوية سي سا بخومييغ جو كخوا بارتيسيباسيون والحمد لله كما شفتوا فزنا بالنتيجة والأداء فريق 7 أهداف ضد فريق كبير كما هذا الكونغو والحمد لله. شفناك يعني تحركتي كثير في الشوط الثاني بديتي تسترجعي يعني قواك نسيم. الحمد لله اليوم كانت لا فريشور فيزيك وين هاد لي 3 جوغ تاعي كانوا بينيفيك وين ريحت فيهم شويه الحمد لله. اون ديزيام ايطون تبعت لي كونسين تاع المدرب اللي قالنا لازم نخدموا بوكو بلوس اون ان كونتر ان وتبعت لي كونسين تاعو الحمد لله. ريما قمتم باداء جد مقبول امام المنتخب الكونغولي شفنا المنتخب الوطني حاضر يعني بدنيا ذهنيا وفاز بالاداء والنتيجه. Bien sûr, bon, حنايا لوبجيكتيف تاعنا سيتي من الاول سيتي دو بروغريسي اون ماتش اون ماتش الحمد لله اليوم درنا مقابله فزنا بها الحمد لله بوغ نو لوبجيكتيف سيتي دو غاني اوجوردي دو سو كلاسي برومي والحمد لله ربي كان معنا ونشكر اللاعبات ونشكر حارسه المرمى. ما في الشوط الثاني كنتي تحركتي بزاف. جي جوي اون دوزيام ميطا والحمد لله ربي كان معايا غراس او مي كويكيبيير. ربع النهائي كيفاش رايح يكون؟ راح يكون كونتر نورمالمون كونتر لا غيني فو با سوزيستيمي لادفيرسير
كيف كيف سي سي ان سي ان بون جروب بون حنا ما نعرفوهمش مي بور لانستان واش نعرفو عليهم سي ان بون جروب وان شاء الله سافا ايتغ خير من اليوم سي زينبيلا اون تري بيل بريستاسيون ان ماتش اونورابل اون كاليفيكاسيون بور لالجيري. Oui, je pense que c'est un très très bon match pour nous. C'était un match capital pour nous. On savait si on voulait aller dans la compétition, aller très très loin, il fallait gagner ce match. On savait l'enjeu de ce match. Et je pense que tout le monde était conscient, toutes mes copières, on était tous. C'est une victoire collective. C'est ça qui fait du bien. Et je pense qu'on est en train de monter en puissance. Et j'espère aller, qu'on va aller plus loin dans la compétition. La prestation de l'équipe nationale de jour en jour augmente, elle s'améliore. C'est quoi la clé de sa réussite? Oui, c'est comme je l'avais dit, le premier match, c'était dur pour nous d'entrer avec un public et tout. On est en train de monter en puissance. Je pense que nos prochains matchs vont être encore meilleurs. On va prendre match par match et je pense surtout avec un public pareil. On est très, très soutenu. J'espère qu'il y aura du monde à chaque fois qu'on va jouer et j'espère qu'on va aller plus loin dans la compétition. Je vous remercie. J'aimerais bien dédier juste cette victoire à ma famille, la famille Tizi et aussi à mon continent, la ville, la wilaya de Ouzlagan, à qui j'embrasse tout le monde et je souhaite à ma maman un bon rétablissement. Je vous remercie. حارس أصحابي اليوم المنتخب الوطني تفوق بالأداء ونتيجة على منتخب صعب هو المنتخب الكونغولي. الحمد لله رب العالمين على هذه النتيجة تضبط الحمد لله على هذه النتيجة اللي ربحنا فيها. كما قلتي المنتخب الكونغولي منتخب صعب في قارة إفريقيا. الحمد لله حتى احنا كمان رانا كي ربحنا منتخب كيما هذا سي طادير احنا ثاني رانا منتخب صعب ولازم نأمنوا بالقدرات تاعنا. يعني شفنا الاداء تاعك كان رائع اليوم تصديتي لعده رميات واعطيتي دفع ايجابي لزميلاتك. الحمد لله كما يقول لك هذه ما كان غير قلتي دفع لي صحاباتي وصحاباتي ثاني كي كانوا يماركيو كانوا يمدوها لي دفع لي ثاني سيتي ان ريزولتا كوليكتيف اللي تعاوننا فيه كاع البنات هما ماركاو انا تصديت وربحنا هذه هي ليسونسيير. الله يسلمك. سولينا جاهم بيل فيكتوار بور ليكيب الجيريان. Un mot sur cette victoire, un mot sur cette qualification pour les quarts de finale. Oui, alhamdoulilah, on a gagné. C'était l'objectif donné par le coach. Et voilà, donc on a bien préparé le match, on a visionné leurs deux matchs de poule. On a fait des séances vidéo et tout ça. Et alhamdoulilah, on a fait un beau match. Vous l'avez vu, on gagne plus 7 contre le Congo. C'est notre première victoire depuis des années contre elle. Et alhamdoulilah, franchement, super contente. Une très belle prestation de Souli Najah. Que tout le monde est content pour ta prestation sur le terrain. Oui, alhamdoulilah. Après, je pense qu'il faut parler de victoire collective, pas d'individuelle. Le match, ça se joue à 7 sur le terrain, mais il y a les filles sur le banc qui jouent un rôle important aussi. Donc c'est l'Algérie qui a gagné, c'est pas Najah Souli. Oui, effectivement, on sent qu'il y a une motivation, le groupe est soudé. Ce qui manquait à l'Algérie avant, on le trouve maintenant. Oui, oui, c'est vrai que l'ambiance dans le groupe, il est beaucoup différent des années précédentes. Mais le staff technique joue un rôle important là-dessus. On a un staff technique qui est strict, qui est carré. On a bien travaillé le côté psychologique en revenant du mondial. Et alhamdoulilah, ça se reproduit sur le terrain. Et voilà. Mais le public, encore une fois, magnifique, ils nous ont poussés. On était à plus 5, je crois, plus 5 juste avant la mi-temps. Elles reviennent à moins 2. Et le public, ils nous ont poussés. C'est ce qui nous a fait débuter une bonne deuxième mi-temps. Et après, pour creuser l'écart de 7 buts à la fin du match. الناخب الوطني كريم عاشور أكد أنه فخور بإنجاز الفتيات. أين عاد بنا إلى أدائهن في المباريات الثلاثة الأولى؟ نعم يعني لو نعاودوا نولوا للمشوار تاع الفريقين سي نورمال فريق كونغو دائما كان احسن من الفريق الجزائري ولكن اليوم البنات كانوا حابين يديروا مقابله كبيره وداروها يعني باسكو سيتي با ايفيدون ديبار دو فير ان ماتش كوم سا ولكن درسنا مليح الفريق الكونغولي يعني البنات شافوا دو ماتش تاعهم سير فيديو où on a bien travaillé, on a très bien préparé le match à Daya Kemayen Barry et j'espère que tkoun une continuité inchallah. يعني شفنا وين الاداء تحسن كثير تاع الفتيات وين بدات يعني ثمار العمل تظهر عليهم خاصه لما نتكلموا على الاداء الفردي لبعض الفتيات نجد تيزي نبيله نجد سولي نجاح يعني الاداء بدا يتحسن.
سي فري عندنا هذه المرتبه الثالثه تاع المقابله الثالثه تاعنا وفي رامجور اللي رانا نافونسيو في المقابله يعني في البطوله اللي في البروغريس دو ماتش اون ماتش و سي تري تري بيان بور نو باسكو كنا نخافوا لو المردود كان يحبط دونك المردود راهو يزيد اللاعبات كانوا مخصين شويه كويزيون وهذا رانا نربحوا فيه في المقابلات هذوما دونك سي بيان بور ليكيب سي بيان بور تو الموند دو هاد اللاعبات يلعبوا مقابلات بزاف بيناتهم باسكو في الهاندبال يفو لا ريبيتيسيون يفو جوي بوكو دو ماتش باش يعني المردود تاع اللاعبات يكون اوبتيموم. سيد كريم عاشور، حنا لما نتحدثوا مع الفتيات وحتى لما نشوفهم يقولوا بلي الطاقم الفني ساعدنا كثير، حنا نشوفوا في الفتيات حاضرين ذهنيا بدنيا يعني جماعيا، هذا الشيء اللي كان ينقص المنتخب الوطني، خاصه نشوفوا المجموعه يعني حاضرين يسون سودي، يعني واش سر النجاح في هاد الثلاث مباريات؟ حنا نعتبروه نجاح لانه يعني المنتخب الوطني ما كانش يقدم اداء جميل كما راهو يقدم فيه اليوم. يعني انا نكرر مرارا باللي يعني المدرب كل مدرب عنده طريقه تعامل تاعو مع اللاعبين تاعو مع يعني ليكيب اللي يخدم معاهم دونك نظن باللي انا جي توجور ايتي كوم سا طريقه تعامل تاعي معروفه عند البنات يفو بيان بارلي يفو بيان ترافايي مع هاد لي في فوك تكون سيرتان كونفيونس او ديبار لازم اللاعبات يثقوا في المدرب تاعهم وباش يثقوا في المدرب تاعهم لازم يعني تكون اون بون اونتونت بيناتهم يا با ديفيرونس بين لي في تول مون ترافاي دو لا ميم مانيير اللاعبات يعرفوني بيان كوم الفو باسكو دربتهم في الفرق تاعهم وانا نعرفهم بيان دونك جو بونس كو كاين اون اوسموز بيناتنا كاين اون كومبريونسيون كل وحده تعرف العامل تاعها كل وحده تعرف لا ليميت تاعهم Il suffisait par de les mettre dans des bonnes conditions pour voir que ces filles peuvent donner beaucoup au handball. يعني كيفاش السيد كريم عاشور يشوف الدور الربع النهائي امام يعني احتمال حنواجه المنتخب الغيني والله غير انا دائما جو سوي بريدون في العمل تاعي و سا فا اتر ان ماتش دي كومبليكي باسكو تو لي زيكتور مينتنون دونك هنايا اون فا جوي ان ماتش دو كارد فينال Et ça va être un autre match. Moukabla ya saiba shfna kifash el fariq yqdar ykoun ando mardoud mtowsat kima ma Senegal w shfna kifash yqdar ykoun ando mardoud ali kima fariq el Congo w yani el moukabalat ki tkoun fihom un enjeu c'est toujours difficile mais hna on va tout faire pour les préparer pour les mettre dans des bonnes conditions Et j'espère que ça se passera bien et avec le moral les rahodoka la dynamique des victoires Et j'espère que nous aurons un grand match, Inch'Allah, dans le quart de finale. Merci beaucoup. من جهتها مساعدة المدرب جميلة نيلي أكدت أنها فخورة بهذا الإنجاز. أنا قلتها لك الأخت قلتها لك باللي نفوزوا. باسكو أنا دايرة ثقة في هاد البنات وعلى بالي المستوى تاعهم وحاجة فرحتني بزاف فزنا على فريق اللي تحصل نتيجة خير منا في البطولة العالم. اليوم عرفنا بلي عندنا فريق وان شاء الله مازال مشوار وما نعياو نلعبوا لا فينال ان شاء الله فوالا ان شاء الله وقلتها لك ونعاودها لك وانا كي نقول حاجه انا كنت لعيبه ونحس نحس بالبنات لا عندهم اراده لا عندهم لعب لا هم قويين والحظ كان معنا وربي ما خيبناش والحمد لله التأهل للربع النهائي يعتبر إنجازا لفتيات الخضر بعد كل ما عرفته اليد النسوية الجزائرية في السنوات الأخيرة فألف مبروك لسيدات الجزائر. Si vous voulez suivre l'équipe nationale, toutes les infos, les images, les moments passés avec l'équipe nationale en dehors, sur le terrain, soyez présents avec Etinsal. Sur Hogar TV. Khabarna shufuna ma intisar fil Hogar TV. Pour continuer à suivre l'actualité de l'équipe nationale algérienne d'handball, suivez-nous sur la chaîne Hogar TV. Pour plus d'actualités, venez sur Hogar TV avec Intisar. Tahbou jdid, tabouna ma intisar ala Hogar.
يخيرون بيننا.